20 ثمرة للابتلاء، كلمة لفضيلة الشيخ علي الرازحي حفظه الله، كانت بتاريخ 3 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الذي يسرنا زيارة شيخنا العلامة عبد العزيز البرعي وسائر طلبة العلم والفضلاء في هذا الدار، وذلك بمناسبة عودة الشيخ البرعي حفظه الله من الرحلة العلاجية التي ذهب فيها إلى مصر، وعاد بحمد الله إن شاء الله بصحة وعافية وسلامة. رغب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام أن تكون هذه الزيارة عني وعنه لشيخنا حفظه الله، فهو يقرئ الشيخ ويقرئكم جميعا السلام. وبهذه المناسبة في هذا المجلس المبارك وهذه اللحظات، رأيت من المناسب أن يكون هذا المجلس فيه تلخيص فوائد أو ثمار الابتلاءات بالأمراض أو المصائب والنكبات. فالمسلم معرض في سائر حياته للابتلاءات، سواء كان بالأمراض أو في المال أو في الأهل أو في الولد، وكلما عظمت الابتلاءات عظم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا خاص بأهل الإيمان الذين وفقهم الله وسددهم ورزقهم الصبر والاحتساب، وليس ذاك إلا للمؤمن. فرتب الله سبحانه على الابتلاءات أجورا عظيمة. في هذا المجلس أحببت أن أذكر لكم ذلك ملخصا مع كل ثمرة وفائدة وفضيلة للابتلاء والمرض دليلها على سبيل الاختصار، وهي أكثر من 20 فائدة للابتلاءات سواء كان بالأمراض أو ما شابه ذلك. الفائدة الأولى لذلك على حسب ترتيب وضعتها عليه، الفائدة بدليلها. الفائدة الأولى البشارة بالخير والأجر والنعيم، قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من البشارات أن يبتلى العبد بمرض أو ما شابه ذلك مما يؤذيه حتى بالهم والحزن، بشارة له بالخير إن الله يحبه
ويجتبيه ويطهره. الفائدة الثانية المحبة من الله سبحانه وتعالى. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمن علامات محبة الله العبد ألا يزال به البلاء، المرض، الأذى. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أخرجه ابن ماجه رحمه الله. الفائدة الثالثة إرادة الله بعبده الخير. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه ابتليه. إذا أراد الله به الخير يصب منه مرض، عرض، ضيق، هم، حزن، كل ذلك يصب في مصلحته، ويدل على أن الله عز وجل يحبه ويريد له الخير. الفائدة الرابعة ليلهم الرب جل وعلا عبده العودة إليه. بعض الناس يرفل في العافية وفي النعم ولا يذكر أن هذه هي منة الله، فالله يبتليه حتى يشعر بالنعمة. العلماء وطلبة العلم قد لا يكون غافلا عن خير الذي هو فيه، لكن إذا جاء البلاء عظم الشعور بالنعمة أعظم من ذي قبل، أعظم من ذي قبل. فلا يخلو منها عبد يبتلى أو يصاب. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يعودون، لعلهم يدعون، لعلهم يلهمون ضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. والأدلة على ذلك كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: والله سبحانه يبتلي عبده ليسمع شكواه. هو يحبه فابتلاه ليسمع شكواه ويسمع رغبته ويسمع لهجه بالدعاء والذكر والاستكانة والخضوع والتذلل بين يديه. هذا الرجوع نفسه عبادة من أجل العبادات. ما يرزق هذه العبادة إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والله يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني كان من عظيم جزاء الكفرة والفجرة الجفاة أن الله يبتلي أيرجع يلد. وهكذا بعض العصاة من المسلمين ابتلى ازداد فيما هو فيه عياذا بالله. والمطلوب إذا ابتلي يرجع، سبب يلهمه الله به لتحسن العودة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة يدفع الله بذلك البلاء شرا أعظم. ربما يكون هناك شر أعظم فيدفع الله ذلك الشر الأعظم بهذه الابتلاءات، بهذا البلاء وهذه المصيبة الدون. قال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت قد تكره هذا الشيء، ولكن هناك خير خفي عليك ونعمة عظمى سترت عن عينيك. فأنت إذا جاء البلاء اعلم أن في ذلك خير لك بإذن الله سبحانه وتعالى من رفع الدرجات في الخطيئات، كف شر أعظم. الفائدة السادسة الثواب العظيم. ف
فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما ازداد البلاء كان الجزاء أعظم. ونحن أفضل ما يكون لذلك، لأنه كلما رفعت الدرجات، كثرت الحسنات، سجلت الملائكة الطاعات، أنت أفقر ما يكون لذلك، لأن ذلك هو الذي يبقى وهو الذي ينفعك عند الله. الفائدة السابعة: رحمة بالعبد ليرد على الله خفيف المحمل. ما منا من أحد إلا وله ذنوب ظاهرة أو باطنة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالله عز وجل يرعش ويبتلي ويصيب عبده بالذنوب بالبلايا ليرد على الله، وقد خفف عنه من الذنوب ما خفف، وحط عنه من السيئات ما حط. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا؟ قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي يوم القيامة. يعني يأتي خام عنده ذنوب الغيبة، عنده ذنوب النظر إلى المحرمات، عنده ذنوب يقارفها بيده برجله جوارحه في بيته خارج بيته، يبقى خام. فإذا ورد على الله ورد بذنوبه كلها. فمن هنا المؤمن المحبوب عند الله سبحانه وتعالى لا يبقى على ذلك الحال، لا يبقى على ذلك الحال. كلما ألمت به الذنوب، جاءته الخطايا، نزل به البلاء، فيخفف الله عز وجل عنه ما شاء. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأعرابي الذي كان مريضا فجاء يعوده، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. هذا الابتلاءات تطهره، تجيل عنك الذنوب. فقال الأعرابي عفى الله عنه غفر له، قال: لا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. للعلماء بيانات في قوله بل حمى تفور، ولماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، أنه قد أطلعه الله على أن هذا المرض سبب لوفاته. الشاهد قوله: لا بأس، طهور إن شاء الله. فالمرض كلما نزل بالعبد مرض ابتلاءات خفف، حتى كلام يؤذيه وصل إليه كلام يؤذيه آلمه، هذا سبب لتخفيف خطاياه ورفع درجاته بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك حديث أبي هريرة وحديث كعب رضي الله تعالى عنه في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع، وقد صنف الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذلك رسالة مفردة، وبين سبب هذا التمثيل النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. يعني يبقى المؤمن كالخامة من الزرع، تأتي الريح من هنا فتأخذها تميلها، ثم تأتي من هنا تميلها، تأتي من جانبها تميلها. هذه الابتلاءات. لكن المنافق والكافر، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومثل المنافق كايش؟ كالأرزة. هناك بعض طلبة العلم قد يخطئ، يقول ايش كالأرزة؟ هذا خطأ. الأرزة شجرة يقال لها صنوبرية، وهي أشبه ما يكون عندنا بالعرعر، عظيمة الساق، ما تنبت في بلاد العرب، تنبت في بلاد الروم، عظيمة الساق في السارية، كثيفة الفروع قوية، إذا جاءت الريح كأنها جاءت على جبل، ما تهدها الريح العادية. يقول هذا مثل المنافق، تأتي أي ما يأثر عليه، لكن المؤمن تفيئه الريح مرة هكذا ومرة هكذا. على هذا المؤمن على ذلك الحال كله، لماذا؟ ليرد على الله سبحانه وتعالى وخفيف المحمل، ذنوبه قليلة، خطاياه إن حصلت قد كفرت، كثرت ما أصيب به، مرة بالزكام ومرة بالحمى
ومرة في أولاده ومرة في زوجته ومرة في كذا. سبحان الله، لا يزال المؤمن تأتيه البلايا. قال: ومثل المنافق كالأرزة، واللغة الأخرى كالأرزة، اللغة الثالثة كالآرزة، والأولى أشهر عند علماء الحديث كالأرزة. قال: لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يرد على الله بنفاقه أو بكفره وذنوبه ومعاصيه، الحديث متفق عليه وجاء عن جماعة من الصحابة. الفائدة الثامنة: لا يزال يحط الله خطايا العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا المرض وهذا المرض وهذه الصيبة وهذا في المال وهذا في الأهل وهذا في الولد وهذا في كذا وهذا يعني يبلغ شيء يسوءه وهكذا حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي ذلك حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل: فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان رقيق الدين ابتلي على حسب ذاك، وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذاك، فما تزال البلايا بالرجل حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لم يذكر هنا كثرة أعمال ونوافل، إنما تأتي البلايا على ذلك بسبب إيمانه وعظيم خشيته وخوفه من الله، وسيأته بعض الذنوب فيكفره الله عز وجل بذلك. وأهل العلم يعني ذكروا هل هي مكفرات بذاتها أو لا، تحتاج معها إلى توبة وإنابة. والصحيح أن نفس البلاء إذا شاء الله جعل ذلك مكفرا بذاته، كمن يأتي فيصلي خاشعا مريدا وجه الله يكفر لخطايا، فإذا نزل بالعبد المصيبة نفس المصيبة ونفس البلاء هو المكفر بمشيئة الله، كما قال رسول الله: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. فلا بد أن يكون معلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة: يكتب الله له أجور عمله الصالح التي كان يعملها وهو صحيح سليم. وفي ذلك حديث أبي موسى عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لفظة أو سافر منتقدة، الحديث منتقد بكامله: اللهم إن العبد المريض جاءت له شواهد كثيرة. فأما لفظ السافر فهي ضعيفة وثبت نقدها وليس لها شاهد يعضدها. أما المرض فنعم، إذا ابتلي العبد بمرض كان يقوم الليل ويصوم من النهار ويعلم ويتعلم ويعني يذكر الله عز وجل، فعاقه ذلك عن عمله كتب له أجره كأنه صحيح سليم، وهو مضطجع على فراشه والملائكة تدون أعماله التي كان يعملها وهو صالح. هذا كله من ثمار البلاء والصبر والاحتساب. يؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا أو إذ كان طليقا حتى أقبضه أو أطلقه. والحديث أخرجه أحمد وصحيح، وهو الشاهد للفظة المرض في حديث أبي موسى عند البخاري. الفائدة العاشرة: المؤمن المبتلى عند الله بمنزلة كل خير. بعض الناس يفهم أنه كلما عظم البلاء يقول هذا الله عز وجل يكرهه أو لا يحبه، ما زال البلاء به كل مرة في شيء. لا لا، ليس كذلك، بل هذا دليل على محبة الله، فإن الله يحب عبده ولا يزال يبتليه ولا يزال يبتليه. وذلك في حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فلا يزال يبتلي الله عز وجل العبد
وهو عنده بمنزلة كل خير كل فضل. يقول المناوي رحمه الله: يعني أن العبد المؤمن يحمد الله تعالى في كل حال في الشراء والضراء، فهو بمنزلة الخير لا يأتي إلا بنفع وفائدة إلى آخر كلامه المفيد في ذلك. فهو أين محل يأتيه الخير من الله سبحانه وتعالى، والمثوبة والأجر صيانة في نفسه في عمله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الحادية عشر: قد يكون للعبد درجة قد كتبها الله له يصل إليها في الآخرة، عمله لا يوصل إلى تلك الدرجة، فلا يزال الابتلاء بالعبد حتى يوصله الله عز وجل تلك الدرجة الرفيعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. أخرجه أبو يعلى، وفي لفظ: يكون له عند الله المنزلة الرفيعة. والحديث صحيح ولو شواهد. فهذا يبين لك أن نفس البلاء فيه رفعة ودرجات عند الله. أنت ستخرج من هذه الدنيا ابتليت أو لم تبتلى، لكن إذا ابتليت لك درجات تصل إليها بذلك البلاء الذي قد كتبه الله عز وجل وقدره عليك. الفائدة الثانية بعد العشرة: البلاء ينزل بالمؤمن ليكافأ بأسوأ عمله في الدنيا، فيلقى الله سبحانه وتعالى وقد برئ من سوء أعماله التي يؤاخذ بها الفجرة والمنافقين والكفرة. المؤمن لا، أسوأ العمل قدمه تجد أدبه قد أدبه الله سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن. قال: آية أية آية يا عائشة؟ قالت: قوله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. قال: أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حسب عذب؟ قالت: أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نقش الحساب عذب. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وأنت قد تجد هذا في حياتك، تعمل مصيبة تخرج تصدم، يعني أذنب ذنب أساءك أنت، خرج حصل له حادث أو ولده سقط كسر يده، وهو يعرف يقول أدبني الله، والله إن هذا أدب من الله، يكافأ بأسوأ عمله حتى يرتدع. وكم من مستفتن يأتي يقول: أنا فعلت كذا وأنا جيت أستفتي هل علي ذنب في هذا، لأنه قد حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا، ولا أشك إلا في هذا الذنب. نعم، فالذنوب تأتي بالنكبات ليحط الله عز وجل عن العبد خطايا ويلقى الله سبحانه وتعالى خفيف المحمل. الفائدة الثالثة عشر: تكفير الخطايا والذنوب. هذه يعني عظيمة من عظائم، فائدة كبيرة من فوائد الكبار. فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه، وبنحوي عن عائشة، وجاء أيضا بنحوي عن أبي هريرة عند مسلم، وبنحوي عن عبد الله بن مسعود، والأحاديث في الباب كثيرة. فالعبد المؤمن يصاب ويبتلى، ما أي مصيبة أي نازلة تنزل به تكفير خطيئة، على قدر ذلك مع الاحتساب عند الله. الفائدة الرابعة عشر: المبتلى الصابر يلقى الله سبحانه وتعالى وقد برئ من ذنوبه. هذا يمشي في الدنيا ما تبقى عليه خطيئة، فإذا لقي الله يلقى الله بريئا من الخطايا على حسب ما قد أصيب به وابتلي به. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. أخرجه الإمام البخاري.
الفائدة الخامسة عشر: المبتلى بالفقر في الدنيا ومن البلايا والمصائب التي يصيب الله عز وجل بها من شاء من عباده. فهذا المبتلى إذا لقي الله أحب لو ازداد فاقة وحاجة لعظيم الأجر والمثوبة الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى. فعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة الحاجة والفقر، قال: وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. أخرجه الترمذي. سبحان الله، الرسول يراهم بأم عينيه يقول: أنتم لو تعلمون ما لكم من الفضل بسبب هذا الابتلاء وبسبب هذه الحاجة لا أحببتم تزدادون من شدة الذي أنتم فيها. نسأل الله لا يبتلينا في ديننا ولا في أرزاقنا ولا في أعمالنا، لكن إذا ابتليت اعلم أن هذا من أن لذلك ثمار ولذلك درجات ولذلك خيرات. الفائدة السادسة عشر: لما يرى من الأجر والمثوبة يوم القيامة. هذا في الآخرة، هذا الآن فوائد الآخرة، انتهينا فوائد الدنيا. فوائد الآخرة: إذا ورج على الله يتمنى أن يقطع بلاء شدة يعني العظيم ما يراه من الأجور. فعن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت حرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. وهذا حقيقة، يعني مبتلى في طوال حياته من يوم ولد إلى يوم يموت، ولو جر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت حرما في مرضاة الله فقال هذا حقير أمام هذا الأجر العظيم الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخرج الترمذي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، قرضت بالمقاريض. وهذا الحديث يتقوى بسابقه وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فكلما عظم البلاء عظم الأجر والمثوبة. فإذا قدم على الله يتمنى أن يقر أن جسده قرض لما قد رأى من الثواب، وقد ذهب الأذى الفائدة السابعة عشر: يذهب الله عن المبتلى بذلك البلاء الشقاء في الآخرة. هذا من فوائد الآخرة. كل ما مر عليه من مضنكة مرض، عمران بن حسين رحمه الله سأل الله أن يبتليه ببلاء لا يعني يقعد عن الطاعة ولا يفارقه، فابتلي بالحمى مدة من الزمن، ثم جاءه الإسهال، كان معه شرير مخروق من وسطه، ويأتي أصحابه فيستحيون منه لما يرونه، قال: لا تستحي، والله لا أحب أن يذهب هذا لمالي عند الله وما أرجو عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والمثوبة. وفي ذلك أخبار للسلف الصالح في صبرهم وعظيم ما يعتقدونه عند الله، أنه إذا لقي الله لقي الله بأفضل الأوجه وأحسنها. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، شقى مصائب أمراض ابتلاءات، من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الفائدة الثامنة عشر: الصبر على البلاء قد يكون سببا لتجاوز الله عن عبده في الحساب. هذا البلية تجاوز عن عبدي بين يدي الله في أرض المحشر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم. ما هو اللمم؟
طرف من الجنون، شيء من الجنون. قال فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. أخرجه، قالت بل أصبر ولا حساب علي، أخرجه أحمد. يعني كونك لا تحاسب مرتبة عظيمة، معنى مباشرة عليه، اتركوا له الطريق يدخل الجنة، هذا أعظم الفضل عند الله سبحانه وتعالى. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا يا رسول الله، قال سبقك بيا عكاشة، أنه يدخل بغير حساب ولا عذاب، قال سبقك بيا عكاشة. فكل نفس ترغب وتريد أن تلقى الله وأن تدخل الجنة وهي مطمئنة. الفائدة التاسعة عشر، البلاء والمصائب للعبد لا سيما فقدان الأولاد تثقل الموازين. وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للعبد فيحتسبه عند الله. هذه يعني تثقل الموازين عند الله في الوقت الذي يحتاج، يريد أن يثقله بأولاده بزوجته بإخوانه بكل من يريد بمن في الأرض يريد أن ينجو بسببهم، يأتي هذا الذي ابتلي به فقدان الولد وما أصيب به، ويكون ذلك مما يثقل ميزانه عند الله سبحانه وتعالى ورفع درجاته. الفائدة الموفية 20، الجنة. من فوائد الابتلاء الجنة للمبتلى الصابر المحتسب، وفي ذلك أحاديث. أولا، من ابتلي بفقد ولده أو حبيبه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية، ولده حبيبه زوجته، يعني الذي عنده مختار من أهله، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. وعن قرة بن إياس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده فسأل عنه فقالوا توفي رسول الله. قال ما يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يريد أن يفتح لك. أخرجه الإمام النسائي وهو حديث صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة في هذا الباب في الأولاد وما إلى ذلك. نعم. الثاني، من ابتلي بفقد حبيبتي، ابتلي في عينيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا إلا الجنة. هذا المبتلى في عينه الأعمى الصابر المحتسب. أخرجه الترمذي. وفي الباب أحاديث. الذي بعده الثالث، من ابتلي بمرض الصرع، هذا الممسوسين وهذا الشحنات الكهربائية وما شابه ذلك، الذين يصرعون فهذا موعود بالجنة. فعن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة. الله أكبر. ثم رجعت قال يا رسول الله لا تكشف فادعوا الله لا تكشف، فدعا لها رسول الله لا تكشف. وجاءت الحمى في مسند أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، جاءت الحمى إلى رسول الله قالت يا رسول الله سلطني على أحب أهلك لي، فتسلطت على أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم على بيوت الأنصار، فاشتد بهم البلاء حتى رفع الأمر إلى رسول الله. فدخل رسول الله على البيوت، يدخل على البيت يدعو لهم بالعافية والشفاء وعلى هذا البيت، خرج من بيوت الأنصار فجاءت امرأة تسعى قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار وإنك دخلت بيوت الأنصار فدعوت الأنصار أن ادخل بيتنا يا رسول الله. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت والله يا رسول الله لا أجعل الجنة خطرا، ما دام تضمن للجنة ما بقي بعدها طلب. وهكذا. والحديث أخرجه كما سمعت أحمد والبخاري في الأدب المفرد. من ابتلي بموت ولده
أو في مصيبة، حديث ورد في الولد، فاسترجع بنى الله له بيت الحمد في الجنة. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قالت الملائكة، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أخرجه الإمام الترمذي وقواه الألباني، وفيه على حسب نقدي ضعف يسير، ضعف يسير. فمهما كان، فالمبتلى في ولده والمبتلى في أهله والمبتلى في البلاء لا يمنع أن يعطيها الله من البيوت والأجور العظيمة على ما سمعتم من الثمرات. فمن ها هنا كان أهل الإيمان يفرحون بالبلاء كما يفرح أهل الرخاء بالرخاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويوعظ، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف. قال: فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليه؟ قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحوبها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. هذا مجمل الفوائد التي جمعتها في هذه الرسالة، وأحببت أن تكون معنا في هذا المجلس، وأحببت أن أسردها عليكم قراءة للأحاديث منها، والحمد لله هي محفوظة لدي ولديكم بحمد الله، لكن لتكون أثبت للسامع المباشر وللسامع من وراء حجاب. فهذه 20 فائدة، وبقي فوائد أخرى، ودلت الأدلة كما سمعت على عظيم الأجر، لكن مع ذلك كله إيش المطلوب؟ أن تطلب الله العافية. يعني لا تسمع البلاء هذا وتقول: يا الله صب علي البلايا، لا، ليس هذا مطلوبا ولا مرغوب شرعا. بل قال النبي للعباس: يا عم، سل الله العافية والمعافى، فما أعطي أحد عطاء خير من العافية. وفي أذكار الصباح والمساء سؤال العافية: اللهم إن نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الحديث رواه شيخنا الإمام الوادع في صحيح المسند، وفي علة يسيرة. الشاهد من هذا كله أن تسأل الله العافية. ولما جاء وقد مر على صحابية الذي استقدم البلاء صار كالفرح، قال: ألا سألت الله خير الدنيا والآخرة؟ بدل ما تسألوا المرض والبلاء. فنسأل الله العافية، لكن إذا ابتليت تذكر هذه الفضائل وهذه الفوائد، تهون عليك المصيبة وتعلم ما لك من أجر، وتحتسب الأجر عند الله. أحيانا ينزل بنا المرض، ما أظن واحد ما ينزل به، فيشتد عليه إذا كان عنده أعمال، عنده ارتباطات، عنده شيء، فيقول: يا ليت أن هذا المرض يذهب، يعني يتمنى زواله. لا بس، سل الله زوال المرض، سل الله العافية، لكن احتسب أجرك عند الله. يخرج من بيته، اتصلوا قالوا: والله ابنتك سقطت من السطح اتكسرت يدها. هكذا يأتي: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، هذا قضاء الله، هذا قدر الله. يمتثل، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا المؤمن الموفق. فالعالم وطالب العلم والمسلم الصالح وعموم المسلمين إذا ابتلي بالبلاء يحتسب أجر عند الله، وإذا ذكر مثل هذا. ومثل هذا المجلس يذكر بأهل البلاء. بعض الإخوان مصاب في نفسه، قال: ما شاء الله، مسبع مربع، جاءه شلل نصفي، معه 2 أولاد عندهم مرض هذا الذي يقعد، يعني بعد 5 سنين يقعده، أو ولدان أو 3 مقعدون في البيت، زوجته مصابة بالمس، مرة تصحى ومرة تقلب، وهكذا. والرجل صابر محتسب وسائل الله من فضله، ومتابع بين العمرة والذكر والصدقة والإحسان وحلق الدروس. هذا ابتلاء يدل على إيمان العبد وأن ما عند الله خير له. أسأل الله بمن يكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم الصحة والعافية، وأن لا يبتلينا في أهلنا ولا في أموالنا ولا في أولادنا. ونسأله إذا ابتلانا أن يرزقنا الصبر، الصبر والاحتساب. ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيه معصوما،
ويرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجدنا وإياكم من فضله. وأقول شكر الله لكم حضوركم إخواننا الذين حضروا من إب، سواء كان من مركز الشيخ محمد الحزام أو من المناطق الأخرى وفي هذا الدار كذلك المبارك طلبة العلم، شكر الله لكم جميعا وكتب الله أجركم. وأخونا مراد وإخوان كثر كثر حفظهم الله، إخوان كثر أهلا وسهلا بهم، كتب الله أجركم، أعظم الله مثوبتكم، وزادكم الله من فضله. ونسأل الله عز وجل أن كما جمعنا هنا في هذا البيت من بيوته على هذا الخير من خيرات ذكر لله سبحانه وتعالى، أن يجمعنا في الجنة خلف نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعل حبنا خالصا له ولقاءنا خالصا له. هو ربنا نحن عبيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكر